مشاعرها، ولكن بعد ما يتم يعني إنزالها بكل سلامة. كما تشاهدون الآن قائد الأسطول الغربي بمحافظة جدة، يعني يقدمون جميع الضباط والأفراد هنا في هذه اللحظة، يقدمون كافة الخدمات لكافة الرعايا الذين يصلون إلى المملكة العربية السعودية. هؤلاء الرعايا هم ضيوف المملكة العربية السعودية، يتم استقبالهم بالترحيب، يتم استقبالهم بالمشاعر الإنسانية، ويتم استقبالهم أيضا بالورود والحلوى. فيصل، أنا لو تسمح لي بس بعد ما تأخذ مكانها في الكرسي، أنا ودي أخذ مشاعرها. خذ راحتك بعد وصولها إلى المملكة. هذه الصورة تمثل أسمى معاني الإنسانية والتلاحم البشري، ونحن نرى السيدات السعوديات يقومون بهذا الواجب الكبير إنسانياً.